انا عايز اعمل تغيير لعاده مش عايزها، اربطها بالالم بقوه. مش عاوز تدخن، اربطها بالالم بقوه وكررها اكتر من مره، هتلاقي المخ يلفظها. عاوز تعمل حاجه وتقرب منها، عاوز تقوم تصلي الفجر، اربطه بالسعاده وبقوه، اديله كل الاسباب الممكنه واقراها قبل ما تنام. مع الوقت تدوس تلاقي المخ فوت يصحيك الصبح بدري، اكنك بالظبط ظابط المنبه عشان تسافر في حاجه مهمه وتقوم قبله. فانت بتخلي العقل اللاواعي يعمل نفس الشيء مع صلاه الفجر، فبتستفيد من المعلومات دي في الروحانيات. دلوقتي بقى، يبقى اي حاجه بتحصل في حياتك فيها شعور واحاسيس مشتعله، وفي حاجه بتحصل في نفس الوقت الاثنين بتربطوا ببعض عصبيا وبعدين لاواعيا، اي حاجه في الدنيا بتحصل وفيها احاسيس مشتعله، لو انت مثلا بتلعب رياضه وبعدين رحت جاي واقع لاي سبب من الاسباب وكان في غنوه بتحصل، الغنوه هتفكرك بالوقعه. لو انت بتقضي وقت كويس وبعدين في حاجه بتحصل في نفس الوقت، كل ما تسمع دي بتفتكر دي على طول، فواحده بتفكر في الثانيه على طول. فباستمرار بتلاقي لما تعرف نفسك اكتر بتكون افضل مع نفسك، ولما تعرف الناس كمان بتكون افضل معاهم. بس الاول لازم تعرف نفسك انت الاول. فعارف، ما تخليش يوم يعدي من غير ما تكون افضل فيه. اعملوا حاجه اسمها التقييم اليومي، يعني النهارده قبل ما تنام بالليل خد ورقه وقلم قيم نفسك، تقول ايه اللي انا النهارده عملته كويس واللي ما عملتوش كويس. اكتب على الاقل اربع حاجات او خمس حاجات، تقول لو ربنا سبحانه وتعالى اداني يوم جديد هكون افضل في الحاجات دول والتانيه هحسنهم كمان. فما تخليش يوم عارف تنام على سلبيات، عشان هتتبرمج وبعدين هتضايقك اكتر كل ما بتكبر في السن. عشان كده اظبطوا نفسكم، ممكن تغير برمجتك. ابدا اول حاجه تقرب فعلا اكتر واكتر واكتر من الله سبحانه وتعالى، ودي من اول حاجات اللي ممكن تعملها. غير عارف العبادات، طبعا العبادات ربنا طلبها مننا، بس من اهم الحاجات غير بعد كده التسامح، انك سامح اول باول، سامح اول باول، نظف طاقتك ونظف نفسك قبل ما تنام، لان التسامح بينك وبين الله سبحانه وتعالى مش بينك وبين حد تاني. وكل يوم قرب اكتر من المولى عز وجل هتلاقيه بيجي لك جري، هتلاقي نفسك في سعاده ما كانتش تخطر لك اطلاقا على بال. وعيش كل لحظه كان اخر لحظه في حياتك، عيش بحبك للمولى عز وجل، عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام واخلاق رسل الصحابه اولياء الصالحين، وبعدين بالقراءه بالكفاح بالعلم وبالفعل وبالصبر وبالحب، وقدر قيمه الحياه.